الحديث حول موعظة علوية. قال عليه السلام كما في الرواية: كم من مستدرج بالإحسان إلي. الإنسان في هذه النشأة خاضع لسنن لله يجريها. واحدة من السنن هي ما يدل عليه قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر قول وفعل، ولكن الأهم هو شكر النعمة بالفعل. الإنسان يتصور بعض الأحيان أن النعمة هي المال، مع أن نعم الله لا تعد ولا تحصى. الإنسان قد يصرف كل ماله من أجل أن يرجع حاسة من حواسه كالنظر أو السمع، فهذه أعضاؤنا أيضا نعم. فالإنسان إذا لم يشكر النعمة قولا وفعلا هو مستدرج. والاستدراج سنة أيضا، الذي يعطى فيكفر بنعم الله ويستخدم نعم الله في التمرد على الله، هذا يستدرجه الله بما يعطيه. لهذا في القرآن الكريم قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يلتفت، يتصور أنه كلما أعطاه الله نعمة وعصى الله بها الله راضي عنه، لا يحاسبه على معاصي. ثم قال تعالى: وأملي لهم، هذا الإملاء والإعطاء، إن كيدي متين. وقد روي عن أمير المؤمنين رواية تقول: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. يعني فسر هذه الحالة بالاستدراج والإملاء، وليس بالرضا عنك، وليس بمنزلتك عنده. هذا يزيد في الشام أخذ يتبجح بانتصاره عسكريا على معسكر الحسين، ويصور لأهل الشام أن الله لعظم خطر يزيد نصره. فقامت له السيدة زينب وبينت أنه مستدرج وأنه يملى له. فالإنسان عليه أن يعدد النعم ثم يشكر النعم، ويتساءل، يسأل نفسه: هل أنا في هذه النعم وظفتها فيما يرضي الله وبالتالي شكرته فعلا وعملا، أم تمردت على الله بها؟ إذا الإنسان عدد النعم شعر نفسه مقصر واستغفر وحاول أن يستعمل في طاعة الله، هذا الله يزيده خيرا. هناك رواية أخرى عن أمير المؤمنين: أيها الناس، ليركم الله من النعمة وجلين. يعني خلك في النعمة وجل، من تشوف الله يتابع النعم خاف، خف الله، فكر، قل أنا الآن شاكر أم لا، قبل لا ينتهي عمري وأكتشف بعد ذلك أني مستدرج. قال: كما يراكم من النقمة فرقين. كما أنك في النقمة حالك سيء، خائف، غير راضي، تحاسب، تقول لعل الله ينتقم مني، تعال النعم أيضا انظر لها كذا. كم من مستدرج بالإحسان إليه. فالإحسان هو استدراج لأنه لم يشكر. ومغرور، يعني وكم من مغرور بالستر عليه. إحنا عندنا مشكلة أننا قد نفهم أن ستر الله علينا مع الإصرار على ذنوب الخلوات أن الله يعني سيرخي الستر على طول، وأن الله قد يريدنا ويحبنا لذا ستر علينا. وقد يكون الستر لأنه جزء من الاستدراج، لا يرى فيه خير ويتركني مع ذنبي. إذن هذا الأمر الثاني، أننا قد نخدع بالنعم، هذا أولا، والثاني قد نخدع بالستر. الأمر الثالث قال: ومفتون، يعني وكم من مفتون بحسن القول فيه.
حسن القول فيه، يعني الناس تراني بما أظهر وبما يستر الله. الله يقول يا من أظهر الجميل وستر القبيح، فالناس لا ترى القبيح، لا ترى ذنوب الخلوات. فإذا الناس رأت الحسن الذي أظهره الله ولم ترى القبيح الذي ستره الله، فيثنون علي مؤمن وأنا مصدق وأنا أدري بذنوبي. فهل الله يخدع بجنة في جنته؟ الله يعني بيترك علمه لأجل واحد لا يعلم بما عندي؟ وإلا إذا كان كذلك فالمنافقون كلهم في الجنة، لأن الله يعلم بنفاقهم والناس لا تعلم. ليس كذلك. إذن الإمام يحذر، يقول ثلاثة أمور قد تفهمها خطأ وتأخذك إلى الاستمرار في التمرد: الأول النعم المتتالية، الثاني الستر المرخى، الثالث ثناء الناس ومدحهم. ثم قال: وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. الابتلاء الذي لا نريده هو الذي نسقط فيه، لهذا نقول ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما نريد امتحان نسقط فيه. وبالتالي الإنسان عليه أن يخاف هذا الابتلاء، ابتلاء الإملاء، يرخي سترا ويعطي نعمة ويلقي مدحا في ألسن الناس. هذه الأمور الثلاثة، ابتلاء صعب لأن الإنسان يتصور نفسه صالحا فلا يصلح نفسه ويفاجأ بالموت وبعدها لا ينفع أن يقول رب ارجعون. إذن هذه رواية في الحقيقة تخلينا نرجع إلى أنفسنا لننظر لأمور ثلاثة. نقول بعد اليوم كل نعمة سأنظر هل شكرتها أم كفرتها، وسأنظر إذا الله ستر علي أنا الذي سأحاسب يوم القيامة من قبل من لا يعلم بحالي لو ممن يعلم السر وأخفى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ بالتالي ما دام الذي سيحاسبني هو الله سأنظر لحقيقتي كما أعلم أنا لا كما يعلم الناس، لأنهم لا يعلمون سيئاتي. والأمر الثالث هو لن أأخذ ثناء من الناس وأصدقه. لهذا الإسلام علمنا أن إذا حصلت مدح لا تقبل المدح، وقل أنا أعلم بحالي، وتطلب من الله أن يجعلك أفضل مما يقولون ويغفر لك ما لا يعلمون، لأنه قد الإنسان يخدع بكلام الناس. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين.